السلام عليكم. كتير بيقولوا هو قرطاي ده بس للستات، قصدي للرجاله، والستات ما لهمش يعني نفس يخسوا. الرجاله على طول بتخس كتير والستات ما بتخسش بنفس الكميه. والحقيقه ان هو الموضوع مش كده، ولكن احنا مظالم والله. انا هقول لكم احنا ليه مش بنخس زي الرجاله، ويمكن بعد الفيديو ده احنا نصعب على الرجاله قوي، ويعني بص كل راجل هيقوم يعني يكسر الدنيا عشان خاطر مراته. اول حاجه، احنا عندنا مبدأ خسارة البطن ولا رمي الطبيخ، فما ينفعش ان حد من اولادي بقى حاجة في الطبق واسيبها ترمي، فهم اجعل نفسي واكلها. وممكن تلاقي اصلا الست من دول ما اكلتش اصلا اكلها، وعمالة تلم بقية الاكل بتاع الاولاد، فبتلاقيها في الاخر اكلت اكتر من حجمها او اكتر من استيعابها، وهنا بتحصل المشكلة. فارجوكي انت اميرة، انت برنسيسة، انت ما تاكليش بقى حد. لو حد عايز ياكل بواقيك يبقى الراجل هو اللي ياكل، او بواقي الاولاد مستخسره ترميهم، يبقى نحط الاولاد حبه صغيرين جدا في الطبق، خلصوا يغرفوا حبه صغيرين وهكذا، عشان ما يتبقاش من حد حاجه وتبقي زعلانه عليهم. تاني حاجه، ان بنحط الاكل، الراجل بيخلص اكل من هنا ويقوم، والست تفضل قاعده بقى في ساحه الحرب، تاكل ده وتهدي ده وتطبطب على ده، واسكت يا ولد واسكت يا بنت، وما بتركزش اصلا هي اكلت ايه، ولا بتستمتع اصلا باللقمه. فيعني هي والله بجد الله يعيننا، يعني مش هتكلم في النقطه دي اكتر من كده، انتوا فهمتوها. واكيد الراجل اللي بيسيب مراته تكمل بقيه الاكل مع العيال وقاعد يتفرج على التلفزيون او يلعب ببجي فاهم الموضوع ده جدا يعني، والكلام ليك يا جار وانت زي الفل. ثالث حاجه، العضلات، كل ما زادت الكتله العضليه كل ما زاد معدل الحرق، والرجاله معروف ان عضلاتهم اكتر من عندنا حتى وهم تخان. فعشان كده يعني لو اكلنا نفس الوجبه، ست اكلت نفس الوجبه وراجل اكل نفس الوجبه، الراجل هو اللي هيخس اسرع. فالحاله دي ان احنا نحاول نلعب رياضه ونكتر الكتله العضليه عندنا عشان يبقى معدل الحرق عندنا عالي. يعني دي النقطه الوحيده اللي احنا ملناش دخل بيها والله، يعني احنا ده قدرنا كده، فبايدينا ان احنا نقدر نزود الكتله. رابع حاجه، الكورتيزول. وما ادراكم ما الكورتيزول؟ الست طول النهار قاعده في توتر وعصبيه، وهطبخ ايه النهارده، وهنضف البيت ازاي، ومش عارفه حماتي جيالي، العيال ما ذاكروش، الولد مش عارفه جاله السدعه في المدرسه، الشغل مش عارفه ايه، والمدير عملت ايه. واحنا اصلا كطبعنا كستات لما بيحصل لنا حاجه وحشه بنفضل ناكل في نفسنا، ما بنقعدش ساكتين كده، مش زي الرجاله بنرمي ورانا ونكمل، لا احنا على طول بنبقى قاعدين ارد عليها ازاي، اعمل ايه، اتصرف ازاي، وهكذا، ما بنشيلش من دماغنا اي حاجه. ده بيعمل ايه؟ التوتر ده بيرفع حاجه اسمه هرمون الكورتيزول. هرمون الكورتيزول ارتفع، الانسولين ارتفع، الاثنين ارتفعوا، مصيبه حصلت في الجسم، بيبقى مانعين السكر، منع السكر يا مؤمنه، ومنع الكربوهيدرات، والكورتيزول بقى يطلع لك سكر من ما فيش، يعمل لك سكر من ما فيش. واحنا عارفين بقى السكر لو طلع في الدم ايه اللي هيحصل، الحرق وقف. مش هقول لكم ابعدوا عن التوتر لان الموضوع صعب، ولكن نحاول ما ناخدش كل الامور على اعصابنا، لان الدنيا مش مستاهله وصحتنا بالدنيا وما فيها. الكورتيزول مش بس عشان خاطر ان احنا نخس، الكورتيزول فعلا كتر ارتفاعه بيدمر في اعصابنا وليه مشاكل كتيره، ده ممكن يتعمل له حلقه لوحده. فحاولي ان انت تهدي، وحاولي ان انت تسترخي. واذكركم بنصيحه الرسول عليه الصلاه والسلام، ان لما واحد يغضب يغير موضعه. يعني لو انت قاعده قومي اقفي، لو انت واقفة اتمشي، غير اتجاهك. الموضوع ده فعلا ليه تأثير كبير، وبيمتص جزء كبير من الغضب، وطبعا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. بس تغيير الموضوع ده انا عن نفسي جربته، وبتحس ان انت هديتي كتير عن الاول. وما تنسوش ان انتوا تحاولوا تشغلوا قرآن كريم في البيت، بحيث ان هو يمتص الطاقة السلبية اللي تبقى منتشرة، وترشوا ملح في الاركان البيت. ايوه ملح، الملح برضو بيمتص الطاقة السلبية من البيت. وبس. وبعد الفيديو ده اتمنى الشهر الجاي ان الستات يبيرونا بنتائج اكتر من الرجالة، ونحط عليهم بقى ونوريهم ان احنا جامدين قوي وعارفين نسيطر على اعصابنا وبردين، وهنكسر الدنيا.